ده حلو نتكلم نختم قائمة المنتخب ده لازم بمناسبة ده لازم عشان لو لكم رأي في قائمة المنتخب بكابتن سيد. هو طبعا اكيد كلنا مسندين لكابتن حسام وان شاء الله نقولها الاول. مش انت معاك القائمه؟ اه معايا. طب قولها كده بعد اذنك. يعني حراسه المرمى الشناوي ومصطفى شوير، عواد، المهدي سليمان، الدفاع عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، احمد رمضان، بيكهام، محمد هاني، محمد حمدي، اكرم توفيق، احمد فتوح، وسط الملعب مروان عطيه، حمدي فتحي، امام عاشور، احمد نبيل كوكا، ناصر ماهر، زيزو، مهاجمين مصطفى فتحي، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد، الشامي، احمد امين، اوفا امبي اول مره طبعا، محمد شريف. هو ما اسمهوش اوفا، اسمه اوفا. اوفا هو حتى بيقول كده اوفا ده مصطفى شريف. لا بس هو اوفا هو بيقول اوفا هو لقب. هو بس احنا هنحط التشكيله على لازم اصل كده بقى في اوفتين فبدنا بعد اوفا واحد اوفا عشان بس تبقى يعني اكيد مسندين لكابتن حسام. كابتن حسام عايز يوصل رساله من بدري من حوالي شهر ان دول اصعب ماتشين في التاريخ. هما بامانه ماتشين مهمين بس هما مش صعبين قوي عشان نتكلم بامانه. النقطه الثانيه الاختيارات هو صعبين. انت قياسا مقارنه بمستوى منتخب مصر وبوركينا او غينيا بيساو صح؟ طبعا طبعا. وبكواليتي اللعيبه اللي موجوده هنا وهنا يعني الفرق دي بتبقى كويسه في حاله واحده، اما انت بتبقى في حاله فنيه سيئه هما بيظهروا، انما انت لو في حالتك الطبيعيه لا هتكسب تكسب. طب ليك تعليق على الاختيارات؟ الاختيارات انا بقول لك ده حق اصيل للكابتن حسام، بس في الاول والاخر يعني في بعض الحاجات كده طلعت بعد الخبر بتاع الاسماء ما نزلت ان في بعض اللعيبه ما جاتش عشان التقارير الطبيه او مثلا عشان ما بتشاركش. في لعيبه موجوده في الاسماء دي ما شاركتش، يعني احمد نبيل كوكا هو ما شاركش، فتوح على سطر وسطر لا مظبوط، ياسر ابراهيم لسه راجع، فهو يعني هي الميزان لازم يبقى ده واحد. ده اول امبارح ياسر اخر خمس دقايق. لا هو ياسر من اللعيبه الكويسه اللي كانت ماشيه بشكل كويس، فالطبيعي ان هو من شهرين انا بتكلم ان هو طبيعي يبقى موجود، بس انا بتكلم في يعني انت بتتكلم مثلا مين هداف الدوري؟ هداف الدوري عصام اشرف بتاع البلديه. بلديه المحل. يعني امتى هيروح هيبقى لعيب في منتخب مصر؟ يعني الشامي لعيب كويس بس ايه اللي قدمه افضل مثلا من الشامي اصلا مش الهدافين يعني حتى الترتيب حسام اشرف ما بقولوا له يا وانور احمد بالحاج كل دول اجانب ماشي بعد حسام في مصطفى زيكو بعديهم وبعدين ميلي وبعدين محمد سالم أوفة. زيزو صديق جوله حسام حسن يعني فترة. من 12 ل 7 مفيش اوف من 12 ل 7 لا في حسام لا في اوفه ولا في الشامي. فالطبيعي يعني ده انا بشوف ان هو اولى ان هو يكون حسام اشرف. طبعا ان هو يكون موجود. النقطه الثانيه مين البكرات الثاني؟ هل هو اكرم توفيق؟ يعني عمر كمال عبد الواحد ليه مش موجود؟ غريبه برضو يعني ده من الاسماء برضو. النقطه الثالثه والاهم مش هنفضل انا بقالي سنتين بندور في فلك وانا عارف انت هتسالني بعديها طب مين من وجهه نظرك؟ ده مش دوري انا راجل محلل هنا مش انا مدرب بتاعت 2026 مدرب منتخب مصر. لا يعني محمد حمدي واحمد فتوح، محمد حمدي واحمد فتوح 90 مليون مش هنطلع بكليفت يعني هنفضل دايرين في الدايره دي؟ طب امتى هتدخل حد تالت؟ هتقول مثلا ما فيش اسماء؟ ما مش دوري انا دلوقتي كراجل قاعد على الكرسي ده في ده دور امتى يعني دور الاجهزه ان انا اكتشف لعيب وادي له فرصه. تمام كابتن عبد الجليل. لا يعني ليك راي طبعا في حاجات يعني حسين الشحات ده يعني واحد نهائي بطوله افريقيا ولاعب النهائي وليه دور كبير ومؤثر يعني ده واحد. عمر كمال اعتقد ان المشكله القديمه شكلها لسه سايبه رواسب. ودونجا مثلا بتاع الزمالك مش موجود. دونجا دي برضو غريبه لان دونجا من احسن اللعيبه بقاله اربع خمس ماتشات. الشامي وقفة انا شايف ان انت بتبص على المستقبل يا اما حسام اشرف يا اما احمد عاطف اللي بقاله فترتين ثلاثه بيروح وهيثبت نفسه. احمد عاطف فروت قوي. قفشه هو برضو قفشه لعيب كويس يعني انت بتحتاجه في نص ساعه ربع ساعه ولكن هو واخد مكانه ناصر والاحق دلوقتي ناصر لان هو رجليه في الملعب اكتر.
بس انت لما كل مركز بتاخد اثنين مثلا مثلا هو طبعا يعني مثلاً. حتى الوينج ليفت مثلا في غياب مرموش مش موجود غير تريزيجيه. صح صح. وطبعا موضوع رمضان صبحي والمنشطات والكلام ده انما هي بس الحته حسين الشحات دي علامه استفهام كبيره. وعمر بصراحه عمر مرموش عامل عمليه لا عمر كمال عمر كمال عبد الواحد مش عندي تمام. واحد جوكر وما خدها دي. طيب الاول طبعا الاول مش عارف انا عقوبه رمضان صبحي اشمعنى التالي النهارده ليله اعلان الاسماء كان قدامك فتره كبيره قوي هو رادد في 9/4 انا مش عارف ليه مش عارف يعني حاسس ان في حاجه مش لا ممكن تكون راحت للاتحاد مثلا بس اعلنوها النهارده عشان يبرروا ليه مش موجود. طب امبارح او امبارح يعني انا مش فاهم تكتيك ما انا بس انا مش فاهمها الاول ليه الاعلان انا الاعلان الاسماء الساعه 12 بالليل يعني او 11 بالليل 11 ونص يعني تحس بتاعت نص الليل حاجات بتاعت نص الليل دي ما بتعجبنيش ماشي بعديها بنص ساعه او ساعه الا ربع تيجي ملحق للاسماء يقول لك احنا ما خدناش رمضان صبحي عشان المنشطات ماشي وما خدناش حجازي حجازي ومرموش وعبد القادر عشان الاصابه يا فندم انت مش مطلوب منك ان انت تبرر فلان وفلان وفلان طب ما انت تبرر نص لعيبه مصر طب ما خدتش عمر كمال عبد الواحد ليه؟ وما خدتش عمر جابر ليه؟ وما خدت ما انا كده بقى دونجا. ما خدتش دونجا ليه؟ لا يعني انت الرد الرد لا حسين الشحات اللي انت ما فيش تريزيجيه اولا انك تاخد حسين الشحات لا انت ما عندكش غير مؤجر كان لازم تاخد عمر جابر وعمر كمال ودونجا وقفشه كان لازم تاخد الاربعه دول انت ما عندكش حد الشمال ما تاخد حسين الشحات ما فيش مرموش هل حسين الشحات بقى احنا دماغنا نقول طب عشان كان مصاب ولا مش مصاب ولا خرج ده لاعب نهائي افريقيا في المنتخب لما كان في المنتخب ما توضح القصه يعني هي قصه بتوضحها دي وبعدين يعني ايه باك رايت واحد انا مش فاهم هاني هاني ايه يعني ايه باك رايت وانت كاتب في نص الملعب ان اكرم في نص الملعب ماشي ما هو ممكن يلعب كده بس هو اكرم يلعب باك رايت يا سيدي ماشي بس هو اصلا ماتشاته الاخيره كلها نص لا وكابتن عصام نفسه لعب نص ملعب في ماتش كرواتيا طيب لكن انت في دونجا في عمر كمال عبد الواحد لا مستغرب انت طبعا دول تحديد طبعا دونجا وعمر كمال لا عمر جابر عمر كمال دونجا وقفشه بجانب حسين الشحات طبعا حسين الشحات ما عندكش اصلا وينج ليفت لا اللي واخد رمضان صبحي ماشي هو ماشي حسين الشحات مالوش دور في وجود تريزيجيه ومرموش ومش هيلعب والكلام ده مش موجود واحد منهم يتاخد هو طبعا في الاخر القايمه اختياراته هيتحمل مسؤوليتها كابتن حسام وان شاء الله تبقى موفقه ونكسب ونعدي لكن في اسماء عمر كمال ده معلوش خلاف يعني لعيب دولي ولعيب كان متالق الفتره اللي فاتت وبيلعب في اكتر من مكان وما لعبش افريقيا لانه مش مقيد بس بالظبط لكن كان بيلعب مع المنتخب خاتم مع المنتخب ومع الاهلي متالق دونجا ما كانش ينفع القايمه دي بعد اللي دونجا قدمه في الفتره الاخيره تكون من غير اسم دونجا فالاثنين دول تحديدا ممكن تحط معاهم حسين الشحات متفق مع استاذ احمد في عمر جابر كان عامل مستويات عظيمه الحقيقه الفتره اللي فاتت مع الزمالك لكن عمر كمال ودونجا تحديدا ما كانش ينفع القايمه تطلع من غيرهم لان هم قدموا اللي يشفع لهم زائد ان هم كمان لعيبه دوليه وبتلعب منتخب مصر فعندهم الخبرات اللي تؤهلهم لده لكن في الاخر بنتمنى التوفيق طبعا. كابتن سيد مبروك الله يبارك فيك شغلوا لنا حاجه بقى النسر بقى النسر بقى هو النسر وسطلا نقفل بيهم عايزين نختم بحاجه كده مبهجة يلا يا شباب كابتن سيد شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك بص على طول نتقابل في الافراح انا كنت افكرك والله كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا والف مبروك الله يبارك فيك كابتن دكتور وليد شرفتنا ونورتنا والف مبروك شكرا لك يا استاذ احمد الخضري شرفتنا ونورتنا والف مبروك كابتن سيد ومبروك عبد الجليل ومبروك كابتن شباب والجلسه الحلقه الجايه الجلسه الجايه الجلسه الجايه اصل انا كان عندي في القضيه انا عندي مجلس شيوخ النهارده بكره هنتكلم على السوبر بقى الافريقي اللي انا هيبقى فيه منافسه قويه جدا ان شاء الله الفتره الجايه ممكن السوبر يبقى في يونيو فهتلاقوا قريب جدا يعني ان شاء الله باذن الله كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس الى اللقاء